ألا شاهت وجوه الظالمين كيف يكون فراش النبي صلى الله عليه وسلم مدنسا في أم المؤمنين الطاهرة الصديقة بنت الصديق؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضى لسودة أن تكشف أو تختلي أو تعامل أخاها وهو عبد الرحمن مع ثبوته بالفراش. وهذا كله يدل على ضلال هؤلاء القوم. ونسأل الله بعزته وجلاله من وقع في أعراض أمهات المؤمنين أن يخرس لسانه وأن يشل أركانه وأن يقطع دابره عن الإسلام والمسلمين. ففراش النبوة مطهر مبرأ من فوق 7 سماوات. اختار الله الطيبات لأطيب الطيبين بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، عقيدة لأهل السنة والجماعة قامت عليها نصوص الكتاب والسنة وانعقدت عليها كلمة الأمة، إلا من شواذ لا مقام لهم في دين الله. ولذلك نص العلماء والأئمة رحمهم الله على أن من طعن في عرض أم المؤمنين عائشة كافر، لأنه يرد النص الصريح في كتاب الله عز وجل ويكذب الله. ومن هنا هذا رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لم يرضى لحبه وزوجه سودة رضي الله عنها وأرضاها أن يراها من هو أخ لها، كل ذلك من باب الورع واتقاء الشبهة. ومن هنا أخذ الإمام البخاري رحمه الله من هذا الحديث هذه الدلالة، وقطع هذا الحديث وذكره في أكثر من موضع، في القضاء وفي النكاح وفي الشبهات كما في البيوع، كل هذا من فقهه وعلمه رضي الله عنه وأرضاه، رحمه الله برحمته الواسعة وجزاه عنا وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الجزاء وأوفاه. أعد الحديث. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص. عهد العهد مثل الوصية، العهد مثل الوصية، لإذا توفي فإنها تكون وصية. عهد إليه بمعنى أنه أوصاه، لأن الفعل من سعد وقع بعد وفاة أخيه، ومثل هذا يوصف بالوصايا ويوصف بالعهد. ولذلك الإمام البخاري ذكر الحديث أيضا في الوصايا، ذكره في الوصايا. نعم. أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه. أن ابن وليدة زمعة مني فاقبضه، أي ألحقه بنسبي، وهذا توكيل وكالة، فاقبضه، لأن الأخ عصبة، الأخ من العصبة، والعصبة يلي شؤون أخيه بالأمر بالولاية، يقول له إذا أنا مت فتولى شؤون أولادي أو أيتامي. هذه وصية يصي لأخيه، أن العصبة شأنها قوي، ولذلك تقدم فيها جهة الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة، وتختص في الإخوة بالأشقاء ولأب دون الإخوة لأم، لأنهم من ذوي الأرحام. أما بالنسبة للإخوة الأشقاء والإخوة لأب فهم عصبة متعصبون بأنفسهم كما في الفرائض. نعم. قالت رضي الله عنها: فلما كان، وفيه إشارة إلى تنفيذ وصية الكافر ما لم تعارض شرع الله، هذه وصية كافر، لأن عتبة الصحيح أنه ليس من الصحابة، ولم يقل، حتى قال الإمام النووي رحمه الله: لا أعلم ما يدل على صحته، ما وجدت شيئا صحبته، ما وجدت شيئا يثبت صحبة لعتبة بن أبي وقاص. نعم. قالت رضي الله عنها: فلما كان عام الفتح أخذه سعد بن أبي وقاص. أخذه سعد بن أبي وقاص، أنه كان في المدينة، فلما دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح، تعرفون أنه مهاجر، وهو من السابقين الأولين رضي الله عنهم وأرضاهم، قيل إنه كان ثلث الإسلام كما في صحيح البخاري عنه، أنه كان ثالث 3، ليس على وجه الأرض أحد مسلم غيره، بالنبي مصدق
برسالة النبي صلى الله عليه وسلم غيره. هو سعد رضي الله عنه أحد المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه، وجزاه عنا وعن نبينا خير ما جزى صحابيا عن صحبته، وهو الذي جمع له النبي صلى الله عليه وسلم في التفدية بين أبيه وأمه، وقال له يوم أحد ارمي فداك أبي وأمي. كان يأخذ له السهم ويعطيه السهم ويرمي، كان سعد راميا، فيقول له ارمي فداك أبي وأمي، ثم يبصر أين وقع رميه رضي الله عنه وأرضاه، ويقول هذا خالي فليريني أحدكم خاله، لأنه من بني زهرة رضي الله عنه وأرضاه. سبحان الله، سعد بجوار النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد يذب عنه يسمو إلى أعالي الدرجات في الجنات، وهذا الشقي البائس على أصح قولي العلماء يهوي إلى الدركات، يشج النبي صلى الله عليه وسلم ويكسر رباعيته. وذكر الحاكم في المستدرك أن حاطب بن أبي بلتعة، في ترجمة حاطب، أن حاطب بن أبي بلتعة قتل عتبة يوم أحد، أنه قتله يوم أحد حينما كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وشد وجهه لحقه حتى قتله. فهذه إحدى الروايات في موته على الكفر. وقيل إنه دعا عليه كما ذكرنا في رواية عبد الرزاق، وأنه لم يمضي عليه عام حتى هلك على الكفر. نعم. وقال ابن أخي قد عهد إلي فيه. قد عهد إلي فيه أي أوصاني، فهذه دعوة سعد، ولما قال ابن أخي دل على أنه وكيل وليس بأصيل. الأصيل الوكيل ينزل منزلة الأصيل فيما وكله فيه، والوكالة هنا خاصة، لأن الوكالة تكون عامة وتكون خاصة. نعم. فقام عبد بن زمعة فقال أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. الدعوة هنا من سعد على آل زمعة، آل زمعة أي عصبته وقرابته، فإذا أقيمت الدعوة تقام على عصبة الميت، لأن الميت ليس بحي، وإلا كان الذي يدافع هو زمعة،